عودة أخرى للسفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق حول هذه العلاقات. سيادة السفير صباح الخير أولا على حضرتك وأهلا بك على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بك صباح الخير. أهلا وسهلا. سيادة السفير، منذ أن استقلت جيبوتي عام 1977 وهناك علاقات وحرص على تطوير العلاقات ما بينها وبين الدولة المصرية، لكن في منذ أن تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وزاد هذا الترابط وزادت هذه العلاقات وأخذت مناحي مختلفة، كيف بداية نعود بالتاريخ إلى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط مصر وجيبوتي والتي شهدت تطورا في السنوات الأخيرة؟ لا، الحقيقة يعني في روابط قوية جدا بين مصر وجيبوتي. مصر تنافست جيبوتي في رغبتها للاستقلال، وفعلا استقلت سنة 1977، ومنذ ذلك التاريخ وقبله يعني بمعنى أن الكفاح كان موجودا، ثم حصل استقلت جيبوتي وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بها وأقامت فيها سفارة، وتوجد سفارة جيبوتي هنا في القاهرة وسفير المعتمد هنا في القاهرة، معتمد في عدد من الدول المقيم في القاهرة ولكنه معتمد في عدد من البلاد المجاورة. فبالتالي القاهرة بالنسبة لجيبوتي مركز مهم جدا في العلاقات العربية والأفريقية. الحقيقة في مسألة هامة جدا، أن الرئيس السيسي كان أول رئيس مصر يزور جيبوتي في العام الماضي، ونقلة نوعية في الاتصالات في تطور العلاقات والاتصالات بين القاهرة وجيبوتي. وبالتالي فإن هناك تعاون سياسي وتعاون اقتصادي وتعاون أمني وتعاون أيضا ثقافي مهم جدا جدا. يوجد في جيبوتي عدد كبير من المدرسين المصريين الذين يقومون بتدريس المدارس الجيبوتية، وأيضا دباسة أزهرية مهمة جدا لتعليم أبناء جيبوتي بقواعد الدين الحنيف. نعم. طيب سيادة السفير، كان يعني قبل هذه الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في العام الماضي، كان هناك تنسيق وتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكان هناك لقاء قمة على هامش مؤتمرات ولقاءات الأمم المتحدة جمع ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري ورئيس جيبوتي ورئيس كينيا، وتم تبادل الرؤية حول عندما كانت مصر يعني ترأس يعني اللجنة أو الاتحاد الإفريقي حول قضايا القارة الإفريقية، وأن الدولة المصرية تحمل على عاتقها كافة القضايا إلى المجتمع الدولي. من أي منطلق تتحدث وتكون مصر رائدة وحاملة لمبادرات وحاملة أيضا لأحلام وطموحات القارة الإفريقية في المجتمع الدولي؟ مصر دائما يعني بعتبرها الأشقاء الأفارقة والأشقاء العرب، وجيبوتي دولة عربية أفريقية مثل مصر. الدول العربية والدول الأفريقية بتعتبر مصر يعني مركز مهم جدا، ودولة ذات حضارة وذات تاريخ وذات خبرة في المسائل السياسية والاقتصادية وغيرها من المسائل. وبالتالي فإن الاتصالات بين مصر وجيبوتي تقع في هذا الإطار. زيارة الرئيس السيسي الحقيقة لجيبوتي كانت نقلة نوعية في العلاقات، وإيضاح تماما لمدى أهمية العلاقات، لأن المنطقة اللي تقع فيها جيبوتي لمنطقة القارة الأفريقي تموج بالمشكلات الكثيرة. في مشكلات كثيرة في أثيوبيا داخلية، ومشكلات في إريتريا، ومشكلات في الصومال. كل هذه المسائل والبحر الأحمر أيضا مشاغله كثيرة. فبالتالي جيبوتي لها موقع مهم جدا، يرى الرئيس اسماعيل عمر ويرى الرئيس السيسي ان يتم التفاهم بينهم في هذه المسائل لخير مصر وخير جيبوتي وخير الدول الافريقيه والعربيه. نعم. طيب سياده السفير، لو تحدثنا عن البعد الجغرافي ما بين جيبوتي وهي دوله مقابله سواء تطل على المحيط الاطلسي أو قريبة من باب المندب أو حتى من مقابلة للشواطئ اليمنية، هل البعد الجغرافي والموقع الجغرافي أهمية في يعني في العلاقات وفي تطوير العلاقات ما بينها وما بين الدول المشاطئة لهذه البحار؟ أولا جيبوتي تقع على البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهي المدخل الجنوبي للبحر الأحمر،
والبحر الاحمر مشاغله كثيره، لاننا يوجد عليه على البحر الاحمر مصر والسودان واريتريا وجيبوتي من والصومال في مدخل البحر الاحمر ايضا. من الناحيه الاخرى للبحر الاحمر من الشرق توجد السعوديه واليمن. فالان توجد مشكله في اليمن، مشكله كبيره، حرب داخليه، حرب اهليه. فبالتالي المسائل مهمه جدا ان يتم البحث في خطوره ما الاوضاع الموجوده في البحر الاحمر ومدخل البحر الاحمر وفي اليمن. الحرب الأهلية التي طالت للسنة الرابعة هذا أمر مهم جدا جدا يستدعي التشاور بين مصر وجيبوتي. لأن الرئيس إسماعيل عمر جيل الحقيقة لديه خبرة كبيرة في المسائل، لأنه في هذا الموقع منذ سنوات، وايضا شغل مناصب مهمه جدا من الامن القومي الجيبوتي، وبالتالي فهو خبير في المسائل السياسيه والامنيه. يمكن التفاهم معه في محاصره الارهاب الموجود في المنطقه ووقف الحروب الاهليه والتخلص من الارهاب بجميع اشكاله وخاصه في الصومال. نعم نعم. طيب سياده السفير، اخيرا، هناك زياده حقيقيه في حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين، يمكن بدا من عام 2016 و17 مرورا وصولا ل 2019. كيف يعني تقرا ما ورد في هذه البيانات من زياده ملحوظه في حجم التبادل التجاري سواء صادرات او واردات ما بين البلدين؟ الحقيقة برضو يعني مسألة الصادرات والواردات مسألة مهمة بالنسبة لجيبوتي، لأن جيبوتي تحتاج لأشياء كثيرة تستوردها من الخارج. ومصر دخلت في هذا الموضوع منذ 2016، وبالتالي فالمسألة في ازدياد وتوثيق العلاقات الاقتصادية لإفادة الشعب الجيبوتي والشعب المصري. نعم. كل الشكر والتقدير سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.